وعد قطع وتحقق وثمرة جهد بذل، أولوية أولويات مجلس الأمة القضية الإسكانية التي تكللت مساعيه بالنجاح بعد التزام الحكومة بتوزيع 12,000 وحدة سكنية كل عام، فضلا عن توقيع عقد البنية التحتية لمدينة جنوب المطلع التي اعتبرت بمثابة عيدية لأهل الكويت. من كان يراهن على فشل تحرك المجلس في هذه القضية، اليوم أصبح هذا التحدي واقع. يعني اليوم لله الحمد في الأمس وقعت الرعاية السكنية المرحلة الأولى من جنوب المطلع، وهذه يعني مدينة متكاملة وتسع ل 400 ألف نسمة وعلى مساحة 100 كيلو متر مربع، وليس يعني احنا نتكلم اليوم هذه أضخم مدينة مرت في تاريخ الكويت. حقق مجلس الأمة إنجازات غير مسبوقة بعد تبنيه القضية الإسكانية ووضعها ضمن أولوياته القصوى، وبات الحلم واقعا يتلمسه المواطنون. الكل شاهد الإنجازات أو القوانين اللي قام فيها المجلس، وأنا هنا يعني أوجه كلامي إلى المنصفين والمتابعين إلى المجلس، راح يعرفون أن بالفعل قمنا في قوانين وإنجازات لم يسبق لها أن أقرت من قبل، واليوم خاصة ثمرة التعاون اللي نتجت عن فيما يتعلق بالقضية الإسكانية عن توقيع البنية التحتية لمدينة المطلع، هذا كله جهد قام فيه المجلس رئيس ونواب. يطمح المجلس إلى إقامة المزيد من المشاريع الإسكانية لاستيعاب طوابير الانتظار وتسريع عجلة توفير السكن للمواطنين في أسرع وقت ممكن. لتلفزيون المجلس طارق السهو.